برشا حملات متاع تبرعات عاونت برشا وقدمت برشا مساعدات هوكا من مدنين باش نمشيو الان لجرومبيليا وامير حسن اللي تعرفت عندي انا بام السبسيري تنرجع على القصه هذه ساهمت وقامت بانشاء وتنظيم حفل خيري لفائده مركز المسنين بجرومبيليا. ام السبسيري مرحبا بيك. عسلامة أهلا وسهلا. عسلامة بالمستمعين الناس الكل. يا جماعة راهم توا هي الطاقة تحكي على الطاقة الإيجابية وحطوني وأنا في الانتظار أغنية تغريب وزيري عمر توكر الناس توكر خالي لذلك هنا راجعين هنا راجعين هنا راجعين ومرحبا بيكم وقاعدين بحذينا وإحنا متوحشينكم ونحبوكم ونحبوكم تجيو بحذينا خاصة وقت اللي تقدموا ديما الإضافة. كان فما حدث بالحق ضخم وكبير برشا احتضنتوا دار المسنين في جرومبيليا أميرة نحبك تحكي لي عليه. كان فيه برشا مشاكل ولكن أنا ديما نقول فما نجاحات احنا هذاك العنوان الكبير نجاحات ولكن كانت فما برشا مشاكل. أعطيني الحكاية وما فيها لالا. عسلامتكم ناس كل كوثر نتشرف بيك مرة أخرى وبالحق فرحانة برشا اللي عنا ناس في تونس يتفكرونا خاطر بفيت إنك هكا كل مرة لهي بأخبارنا ولهي بحكاياتنا وكل حسسنا إن منكم وإليكم ديما مربوطين بكم ديما. بارك الله فيك على البرنامج بارك الله فيك على الاستضافة اللي كل مرة بالحق تشرفينا عرفتنا تشرفي ودي حب تونس بصوتك انت زادة بالطاقة الإيجابية متاعك اللي فرحني برشا المشاركة معك. بس نحكيك هكا في تعطيك على اليسار مش سهل انك تعمل حفلة في اقل من 10 أيام خاصة ان تكون المداخيل متاعها يعني ماشي لدار المسنين بجرومبيليا حاولنا الجروم ماكسيموم ان نعملوا في تعطيطة ونلموا الافكتيف وكانت شوية صعوبات من ناحية التراخيص وكل لذلك نشكر المعتمد متاع جرومبيليا بارك الله فيه سيد المعتمد وقف معنا ودرس معنا باش الحفلة هذه تتم في توقيت قياسي تعينت الجلسة الأمنية وخدينا تراخيص والحمد لله. شكرا بلدية جرومبيليا شكرا زادة جمعية جرومبيليا الفن شكرا للناس اللي عاونتنا الناس الكل فما برشا حراير يا كوثر حراير عرفت حراير تونس بالداخل والخارج فما برشا حراير من مولات الصالة من الناس اللي جابت الحلو من الناس اللي تبرعت باش لبسوا اللباس التقليدي للأمهاتنا اللي كانوا محاضرين معانا من دار المسنين يعني بالحق كانت لفتة محليها تحسوا اللي هو عمل جماعي مش أنا عملته لا كان عمل جماعي الناس كل هي الفكرة متاعك أنت أميرة هي الفكرة متاعي أنا علاش خاطر الاكسكسيون هذه مع دار المسنين ماهيش أول مرة أنا يعرفوني هما وكنت ديما هكا من مصروفنا الخاص من سلمة وجودي لهنا في ألمانيا من مصروفات وكل أكلنا مينا هكا وعملنا مرة والجزوز من دار المسلمين وحبينا نعاونوا باللي نقدروا لما حالوا هما ما مش مستحقين برشا الحقيقة ناس قايمة بالواجب المرة هذه حبيت تكون أكبر حبيتها تكون أكثر والعبرة راهو زادة كي تذكرني محلية وكي تشتهد معايا هكا العبرة راهي أميرة أنا غنية ونحب الهدية راهو يعطيك الفرحه نتاعهم يا كوثر نتاع النساء دوك اللي كانوا حاضرين معانا في الحفله كانت ما تنجمش توصفها وجوههم كيفاش فرحانه وهم قاعدين في وسط الناس معناها وفي وسط الحفله والحفله اليوم هما ثم زاده بنت جرومبيليا زاده تعيش في فرنسا تبرعت بدو ديامبولاتور دوك اللي ما نعرفش نسميهم بالبنت الفرنسيه خاطر ثقافتي شويه ايطاليه يعني معناها محليها الناس كل شاركت في العمل هذا الناس كل وكانت أجواء رائعة وممتعة كانت أجواء رائعة وممتعة بالحق للغاية الناس كل تفرهدوا الناس كل كانوا فرحانين وطالبين إنه تتعاود حاجه تريه برشا مرات اميره انا قلت اي انا قلت ام السفسيري على خاطر فما تظاهره كانت كنا لهنا غطيناها في الاذاعه الوطنيه التونسيه في باريس وانت وقت اللي دخلت بالسفسيري وجلبت انتباه الناس الكل والناس الكل وليت مسلطه الاضواء عليك وما شاء الله عليك دونك ديما افكارك هكيه اللي هي هكا تخرج شويه على النمطيه افكار خليني نقول مهبوله خليتك المره هذه زاده كيف كيف تاخذ فكره مهبوله وتنفذها في وقت وجيز قديش الوقت انتي وجهت تحيه للجماعه اللي عاونوك ربما على هل 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 هالحفله اللي هي في وقت قياسي 10 ايام كوثر 10 ايام كانت توقيت قياسي بالحق انك تنظم حفله كيما هكا
وتاخذ التراخيص اللازمة، وكل كان توقيت قياسي. وكما قلت لك بارك الله فيهم الناس الكل اللي عاونوا واللي دسوا باش الحفلة هذه تصير، والهدف نتاع الحفلة كان نبيل جدا. هذيك علاش ربي كل ما هو ربي سهل في كل ما هو حاجة خير. هو بالهدف نتاع الحفلة كان هدف نبيل وكان الفعل خير، وهذاك علاش ربي سهل ومشيت والحمد لله. كانت حفلة ناجحة، الناس كانت مفرهدة والحمد لله الحمد لله. وإن شاء الله شيخ واستمتعوا هما وإحنا هكا ولا ليه المسنين اللي في اي في جرومبيليا واحنا اي زيدا. ريت الفيديوهات كانت كنت معناها امنت نشرها على صفحتك الخاصه امير حسن اللي هي صفحه نانو نانو في الفيسبوك. الفيديوهات زيدا نشوفوهم نتابعوهم على صفحتنا توا في المباشر. مشكوره زميلنا علي اولاد نصر. به السؤال اللي نساله علاش في جرومبيليا بالذات دونا عن الولايات الاخرى؟ احنا كنا نحكيو في مدنين ورد الجميل، كل واحد يرد الجميل للجهه نتاعو. اي كما قلت انت هو يمكن كرد جميل للجهه نتاعي. انا جرومبيليا من الوسط القبلي وتحديدا مدينه جرومبيليا مدينه لاينر، لكن بحكم انا ما كبرت في جرومبيليا، لكن يقعد لك ديما الحنين للحاجات اللي ما نعرفش هكا. تحب بلادك ديما جذورك تلوج على ريحتك على اصلك على جذورك. هذاك علاش ممكن اخترت جرومبيليا، مع العلم اني معناها الحاجات هذه ممكن ما عملتش هكا حفله ولا تظاهره كبيره، لكن انا فمال دو نعمل ليزاكسيون هذوما. عملت حتى في اس او اس اكودا للمركز لرعايه الطفل، وعملت حتى في دار المسلمين في سوسه. يعني ما اقتصرتش كان على جرومبيليا، لكن هي كبدايه حبيتها تكون من بلادي. حبيت عرفتك تحس روحك مستند معناها مسنوده على شكون، معناها انك تحس في وسط بلادك كي تتكى على شكون وتعرف روحك تنجم روحك. انك تمشي لبلاد هكا تو دانكو في 10 ايام تحب تعمل حفله، مستحيل كانت نجم كنت نجم ننجح اذا كان جيت تنجح وتعملها. واحنا معاك واحنا في ظهرك يا اميره وفي كل وقت يا للا. يعطيك الصحه، محليك ومحليها الجوله هذه بين الجهات. أميرة ننتظروا حاجات أخرى باش تكون اي جوستومون. نحب نقول حاجه اخرى انه الكلوب اللي هي رحمه بن عطينا يعني عملت يعني سعر للحفله هذيك، ما خدتش الكاشي نتاعها كامل. الصالة اللي تعمل فيها الحفل كانت صالة راقية معناها، وحتى هي زادة كيف ما خذتش تقريبا عطاتنا القاعة بلاش عملنا فيها الحفلة. الحق الحقيقة يعني، وبرشا ناس كما قلت لك تطوعت، اللي عم جابت الحلول اللي لبست امهاتنا، برشا ناس كي تطوعوا. ونحب نقول اللي الحفلات هذوما باش يتواصلوا على قريب ان شاء الله، كل مره في بلاصه نجم نوصل حتى للجنوب، خاصه انه الفنان مهدي العياشي قال انا حاضر متطوع. فنان اخر زاد تعرفت عليه على تيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي اسمه ابراهيم خليل، قال اذا كان ثم حفل خيري انا وفرقتي متطوعين. ثم برشا ناس اتصلوا بي وقالوا يعطيهم الصحه حفلات اخرين. صح والله يعطيهم الصحه. وانت زاد تفرح والقوة اللي تجيك كي تجيوك تليفونات يقولوا لك إذا تم حفل آخر خيري نحن هنا وموجود. وأنا زيدة لهنا والإذاعة الوطنية التونسية في كل نشاط تأمنوا احنا ديما على ذمتك. أميرة أحسن شكرا جزيلا ليك. الحقيقة من باريس جت لتونس، عملت وقامت بالحفلة الخيرية هذه ورجعت لباريس، دونك خذيناها مباشرة من باريس.